أسفرت عملية إنزال جوي كبيرة لقوات خاصة أمريكية بالقرب من مدينة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن عن مقتل 57 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة. ووفقا لشهود عيان فإن العملية حدثت في مديرية ولد ربيع الصغيرة والقريبة من رداع. وأضاف الشهود أن أبرز قتل القاعدة هم عبد الرؤوف الذهب وسلطان الذهب وسيف النمس وعدد آخر من أعضاء التنظيم بينهم 13 من جنسيات مختلفة. كما قتل خلال العملية 6 نساء و3 أطفال بينما لقي جندي أمريكي مصرعه هذا ولم يصدر أي موقف من جانب السلطات اليمنية حتى الآن. انضم إلينا من العاصمة صنعاء مراسلنا خليل القاهري. خليل، هل هناك أي جديد لديك في عملية الإنزال الأمريكية في البيضاء؟ نعم سرمد، في التفاصيل المتوفرة حتى الآن فإن هذه العملية تمت بمشاركة عدد كبير من الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى عدد من مروحيات الأباتشي التي بدأت بقصف مكثف على المواقع المستهدفة في هذه المنطقة، ثم بعد ذلك أعقبها إنزال مظلي للجنود الأمريكيين وتم خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار وقاموا بمهاجمة منزل عبد الرؤوف الذهب وكانت الاشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتله ومقتل شقيقه سلطان بالإضافة إلى عدد آخر من القيادات بينهم قيادات يمنية وقيادات أيضا من جنسيات مختلفة. لم يتبين حتى هذه اللحظة ما هي طبيعة هذه الجنسيات، ولكن أيضا كان لافتا مقتل 6 نساء و3 أطفال بالإضافة أيضا إلى أن هذه العملية تمت بين الثانية والرابعة فجرا وقد سبقها تحليق مكثف وتمشيط موسع على ما يبدو لهذه المنطقة. لكن أيضا وفقا لآخر المعلومات فإن القتل الأمريكيين والجرحى ربما ارتفع عددهم إلى أكثر من 5 وفقا لسكان محليين حيث قالوا بأن شهد جنود أمريكيون ينتشلون بعض الجثث التابعة لهم قبيل انتهاء هذه العملية التي تمت في نعم خليل أيضا البلاد وربما هذه هي نعم عذر المقاطعة، يعني هل صدر أيضا أي رد فعل رسمي من جانب السلطات اليمنية حتى الآن؟ يعني حتى الآن ليس هناك أي بيان رسمي أو موقف رسمي أو خطاب من الحكومة اليمنية أو موقف يعلن بشكل رسمي، ويعني ولا أيضا من السلطات التابعة للرئيس عبد الرب منصور هادي ولا أيضا من السلطات في صنعاء كما تعرف، وبالتالي حتى الآن ليس هناك أي موقف يمكن الاستناد عليه لقراءة الموقف بشكل أدق وللاستناد عليه بمزيد من المعلومات حول هذه العملية، ولكن المؤكد أنه وفقا لجميع شهود العيان والسكان المحليين بأنها عملية إنزال جوي أمريكية واسعة النطاق ربما هي الأولى من نوعها في اليمن. واضح من العاصمة صنعاء مراسلنا خليل القاهري، شكرا جزيلا لك.